الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا زلنا أيها الإخوة مع تاريخ الخوارج. قدمنا في الدروس الماضية أن الخوارج فرقة ظهرت في عهد علي رضي الله عنه ظهورا بارزا بينا، لكن كانت لها مقدمات، وهي رجل الذي خرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعرف بذي الخويصرة، الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اعدل فإنك لم تعدل. ثم جاء في زمن عبد الله بن مسعود عندما ابتدعوا التشدد في الدين بعد صلاة الفجر، كانوا يجتمعون في حلقات ويقول: سبحوا 100، كبروا 100، هللوا 100. ثم جاء في زمن علي رضي الله عنه لما حكم الحكمين، خرجوا على علي رضي الله عنه، رفضوا هذا الأمر. ثم بعد أن يعني بت في الأمر وأصبح أمر الحكمين نافذا ولم يصطلح على شيء، خرجوا على علي رضي الله عنه وكفروه، وهو خير أهل الدنيا يومئذ. ثم قاتلهم علي في ما يعرف بمعركة النهروان، ثم يعني كانوا أكثر من 12,000، ناقشهم علي فرجع منهم، ناقشهم ابن عباس فرجع منهم الكثير، فبقي قيل بحدود 8,000. خرج علي بجيش ضخم إلى الشام، ثم بلغه أن هؤلاء خرجوا في الذراري وقتلوا عبد الله ابن خباب ابن الأرت ابن الصحابي الجليل. فبدأ علي يفاوض 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 إلى أن بقي قرابة 1,000، فعليهم دارت الدائرة، فقتل منهم 600 وبقي 400، عفى عنهم علي رضي الله عنه. ثم لما استمكنت منهم الدنيا وأصبحوا يعني يجتمعون ويتفقون، وأصبح رأيهم واضح لديهم في التكفير وكفر المسلمين عليكم السلام طبعا وكفر المسلمين عندهم، اتفقوا على أن الشر موجود في 3 أشخاص: علي رضي الله عنه، ومعاوية رضي الله عنه، وعمر بن العاص رضي الله عنه. فاتفقوا على قتلهم في ليلة 17 من رمضان، ثم قتل، يعني كان الأمر أن قتل علي رضي الله عنه. بعدها بايع أهل الكوفة الحسن بن علي رضي الله عنه، ثم ارتأى الحسن أن أهل الكوفة أو أهل العراق عموما لم يكونوا متوافقين مع رأيه، وهو كان يكره القتال رضي الله عنه، فتنازل بالخلافة لمعاوية رضي الله عنه. كان هناك بعض الخوارج قد رفضوا أن يكونوا في مكان فيه علي رضي الله عنه، فهربوا إلى ما يعرف بالري وخراسان وتلك الديار. فلما قتل علي رضي الله عنه وأسند الأمر إلى معاوية، جاء الآن أمر لا شك فيه عندهم. معاوية كانوا هم يقتلونه مع علي، فلما حكم علي انفردوا عن علي وهم يرون استحلال قتل معاوية. فلما قتل علي وأخذ معاوية الخلافة، أصبح الأمر متراكب. الأمر الأول: أن كنا نستحلك وأنت مسلم، الآن أنت كافر في ظنهم. فكان هناك رجل اسمه فروة بن نوفل الأشجعي، خرج في 500 رجل إلى شهر زور، وهناك مكث حتى اتفق المسلمون على معاوية، فقالوا هذه الكلمة: جاءكم ما لا تشكون فيه، فسيروا إلى معاوية فجاهدوه. فأقبلوا عليهم فروة بن نوفل حتى حلوا بالنخيلة عند الكوفة. الآن علي رضي الله عنه لما قتل وهذا الرجل تولى هذا الأمر، انطلق معاوية رضي الله عنه إلى الكوفة وحذر أهل الكوفة. معاوية كان قد ولى بعض أصحابه الكوفة مؤقت حتى يرى رأيه بمن يولي. فكان هناك لقلنا النخيلة بقربها القادسية، فخرج قوم من أهل الشام كانوا مسلحة، فقاتلوا هذا الرجل لكنهم هزموا لأنهم لم يتعودوا على قتال الخوارج. الخوارج كانوا فرسان العرب وذؤبان العرب، فيهم من الشجاعة المفرطة ما لا يظن أحد أنها توجد.
كما سنأتي في الدروس القادمة. فمعاوية رضي الله عنه لما علم أن جيش أن بعض جيش أهل الشام قد هزم، بعث إلى أهل الكوفة وقال لهم: والله لا أمان لكم عندي حتى تكفوهم. الآن الشيء الغريب أن أهل الكوفة كانوا جزء من هؤلاء الخوارج، أو هؤلاء الخوارج كانوا جزء من أهل الكوفة، وكلاهما كانوا يقاتلون معاوية. الآن أهل الكوفة سيقاتلون من؟ الخوارج. فيعني الخوارج قالوا لهم: أليس معاوية عدونا وعدوكم؟ دعونا حتى نقاتله، فإن أصابنا كنا قد كفيناكم عدوكم، إن أصابنا معاوية، وإن أصابنا كنتم قد كفيتمونا. فقال: لابد من قتالكم، لابد من قتالكم، طاعة ولي الأمر. فسبحان الله، كان طبعا فروة هذا رجل من أشجع قبيلة أشجع، استطاعت بطريقة ذكية أن تقبض عليه وأدخلته إلى الكوفة قهرا. فاستعمل الخوارج عليهم رجل يقال له عبد الله بن أبي الحوساء، هذا الرجل كان من طي، فقاتل يعني قتال شديد وكان يخاف من الصلب، ثم يعني استطاع أن يعني أو بعد أن قتل أن يأخذ الأمر حوثرة ابن وداعة ابن مسعود الأسدي وقام فيهم، لكنه طبعا قد عاب هروب فروة، ظن أن فروة قد هرب، والصواب أنه قد قبض عليه وأدخل الكوفة قسرا. فروة كان قد انطلق بخمسمائة، الآن أصبح عدد الخوارج 150. فأبو ماذا فعل معاوية؟ هذا الرجل اسمه حوثرة، كان أبوه مع معاوية رضي الله عنه في الشام، فأمر معاوية أبا حوثرة أن ينطلق حتى يكلم ابنه. الآن عبد الله بن أبي الحوساء، قبلها فروة بن نوفل، ثم انتقل الأمر إلى ابن أبي الحوساء، ثم انطلق صار الأمر إلى حوثرة. فحوثرة أبوه انطلق إليه فقال: يا بني، يعني إني جئتك وكرهت هذا الأمر، أنك يعني تكون قائد من يخرج على الخليفة. فالابن قال يعني: يا أبتي، إني إلى طعنة من يد كافر برمح أتقرب فيها ساعة، أشوق مني إلى هذا الأمر. ما هو هذا الأمر؟ أبوه جاء بابنه، يعني الأب جاء بالحفيد وأراه الأب وقال: من أجل ابنك تراجع عن هذا الأمر. قال: أنا إلى القتل أشوق مني إلى ابني. رجع الأب إلى معاوية رضي الله عنه، يعني أن الرجل يعني قد اعتقد عقيدة لا تتزعزع في أن هؤلاء المسلمين يجب قتالهم. معاوية رضي الله عنه بعث رجل قال له عبد الله بن عوف وفي 2000، وخرج أيضا أبو حوثرة. انظر إلى الفكر كيف يأتي، الأب سيقاتل الابن والابن سيقاتل الأب. أيضا أن أهل الكوفة من خرج هم أبناؤهم وأصدقاؤهم وأحفادهم وقراباتهم وجيرانهم، فالمسألة صعبة جدا، كيف يعني أن ترى قتالهم؟ وسيأتي في الأيام القادمة ما يشيب لها النواصي. المهم أن أبا حوثرة دعا ابنه حوثرة إلى القتال فقال: يا أبا، لك في غير سعة. فقاتلهم ابن عوف وصبروا، وبارز حوثر عبد الله بن عوف فطعنه ابن عوف فقتله وقتل أصحابه إلا 50 رجلا ودخلوا الكوفة. ابن عوف يعني رأى بوجه حوثر أثر السجود وكان صاحب عبادة فندم على قتله. وفعلا من يأتي إلى الخوارج كما قال صلى الله عليه وسلم: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتي، كما قدمنا من صفتهم التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. الآن قدمنا أن فروة ابن نوفل قد أخذته أشجع فأدخلته الكوفة قهرا، فلما يعني اطمأن الأمر وأصبح الأمر أن المغيرة بن شعبة هو الذي تولى الكوفة، خرج هذا الرجل في يعني في مرة أخرى، لكنه قتل على يد شبث ابن ربعي. ثم خرج رجل يقال له شبيب ابن بجرة،
شبيب بن بجرة هذا قدمنا في درس علي رضي الله عنه أنه كان يساعد عبد الرحمن بن ملجم في قتل علي. قدمنا أن عبد الرحمن بن ملجم لما دخل الكوفة رأى امرأة فأعجبت فأراد التزوج منها وكانت عابدة وجميلة، فقالت مهري 3000 وعبد وقين وأن تقتل علي، فقال لك ذلك. فلما رأت منه الجد دعت شبيبا هذا لأنه أحد قرابته وقالت له كن معه. فلما شبيب هذا رأى أن الناس قد طوقت ابن ملجم هرب، فخرج في هذه السنة، يعني لم يكن شبيب يعني بارزا للناس إلى أن يعني كان معاوية هو الحاكم على الناس، فبعض الناس يعني رآهم أو رأوه فبلغوا عنه، فذهب هذا الرجل هاربا، لكنه يعني من عقيدته أنه ما لقي رجلا إلا قتله. ثم بعث إليه معقل بن قيس فقتل هو وأصحابه الذين خرجوا عليه. خرج رجل أيضا آخر يقال له معين الخارجي. هذه الآن خروج يعني من هنا ومن هنا، يعني كل يرى أن الخروج له، لكن فيما نستقبل إن شاء الله سينظمون صفوفهم وأيضا عقيدتهم. نعم، بلغ المغيرة أن معين ابن عبد الله يريد الخروج وهو رجل من محارب، فقام فأخذه وحبسه، ثم يعني قال له إن شهد، يعني بعث إلى معاوية رضي الله عنه أن في عندي رجل يرى رأي الخوارج، فقال معاوية إن شهد أني خليفة فخلي سبيله. فأحضره المغيرة قال تشهد أن معاوية خليفة وأنه أمير المؤمنين؟ فقال أشهد أن الله عز وجل حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، فأمر به فقتل. فقتله المغيرة رضي الله عنه. ثم خرج رجل آخر يقال له أبو مريم مولى بني الحارثة، وخرج معه امرأتان قطامي وكحيلة. هذا أول رجل خرج يعني أخرج معه النساء من الخوارج. الخوارج هم الفرقة تقريبا الوحيدة التي ترى أن لا فرق بين الرجل والمرأة، يعني يجوز لها أن تصلي بهم، يجوز أن تكون الخليفة، هذا من عقيدة الخوارج. بل سيأتي فيما يأتي أنهم كانت فيهم من الفروسية شيء يعني كبير جدا، حتى ضرب المثل لما قيل عن الحجاج لما قال أسد علي وفي الحروب نعامة فتخاء تنفر من صفير الصافر، هل لا برزت إلى غزالة في الوغى بل كان قلبك في جناحي طائري. هذه غزالة كانت من الشجاعة المفرطة وكانت حافظة لكتاب الله، نذرت كما سيأتي إن شاء الله نذرت أن تصلي بالبقرة وآل عمران في جامع الكوفة وهي الإمام، ووفت بنذرها. دخلت الكوفة لما مع زوجها شبيب وصلت بالناس بالبقرة وآل عمران. فسيأتي إن شاء الله من عجائب هؤلاء القوم ما يعني يذهل يعني منه الإنسان. أبو مريم هذا عابوا عليه، من الذي عاب عليه؟ أبو بلال بن أدية. هذا الرجل قال كيف يعني تخرج بالنساء؟ أبو مريم قال ألم تقاتل النساء مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألم يقاتلنا مع المسلمين في الشام؟ لكن ومع هذا سأردهما، وردهما. ثم خرج رجل آخر يقال له أبو ليلى، رجل أسود طويل، أخذ بعضدتي الباب، باب المسجد في الكوفة، وحكم بصوت عالي ولم يعرض له أحد، وخرج وتبعه 30 من الموالي، فبعث المغيرة إليه من قتله هو ومن كان معه من الرجال. في هذه السنة هذه في أول خلافة معاوية سنة 41. الآن بدأ الخوارج يعني كانوا كأنهم في سرداب، في سرب تحت الأرض، في نفق، ثم بدأ يخرجون قليلا قليلا، يعني العقيدة بدأت تستسري وتنتشر في هذا الجثمان. في سنة 42 خرج رجل يقال له سهم بن غالب الهجيمي. هذا الرجل خرج في 70 رجل، ثم يعني مر بهم عبادة بن فرس الليثي. هذا قالوا له من أنتم؟ قالوا نحن المسلمون. قال كذبتم،
الآن الخوارج يعني حتى يذكرون أن اسمه واصل بن عطاء المعتزلي المشهور خرج مع قوم فمروا بالخوارج فقال لا يتكلم أحد وأنا حجيجكم. فلما مروا قالوا من أنتم؟ قال قوم من الكفار سمعنا بالإسلام وجئنا نسلم. فقال شأنكم اذهبوا. قال لا، ألم يقول الله سبحانه ثم أبلغه مأمنة. فكانت كالخفارة لهم حتى وصلوا إلى المكان الذي هم يريدون. فهؤلاء الخوارج قالوا لهذا الرجل عبادة قال من أنتم؟ قالوا قوم من المسلمين. قال كذبتم. قال عبادة سبحان الله، اقبلوا منا ما قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم مني، فإني كذبته وقاتلته ثم أتيته فأسلمت فقبل ذلك مني. قالوا أنت كافر، وقتلوه وقتلوا ابنه وابن أخي. لأن الخوارج في تلك الفترة لم يكن يقبلون أحد، إما أن تدخل في ديننا أو أن نرى القتل فيكم. ثم خرج ابن عامر وهو حاكم البصرة في عهد معاوية فعرض عليهم الأمان فدخلوا في الأمان، لكن معاوية كان يرى أن يقتلوا لكن الأمان سبق لهم. أيضا هذا يعني زياد بن أبيه لما وصل سنة 45 إلى البصرة هرب منه سهم والخطيم كما سنأتي إن شاء الله. أيضا أن في هذه السنة تحركت الخوارج. الآن الخوارج كما قدمنا كانوا متبعثرين، كان أمورهم كأنها مبعثرة، ثم بدأوا يحاولون أن يعيدوا تربيم وأخذ الأمر بطريقة التنظيم والترتيب والرأس والذنب هكذا، يعني من سيقودنا وكيف نخرج ومتى نخرج وما الأمور التي نحتاجها. فبدأ هذه الأمور تأتي إلى يعني بتتبلور بالطريقة هذه. طبعا لما قتل علي رضي الله عنه فرحوا فرحا كبيرا لأنه قتل إخوانهم في النهروان. في هذه السنة اجتمع قوم على رجل قال له حيان بن ظبيان السلمي. هذا الرجل كان يرى رأي الخوارج، وكان أيضا ممن ارتث يوم النهروان، أي أصابته جراحات فشفي منها، وكان من الأربعين. هذا الرجل خرج إلى الري، فلما قتل علي رضي الله عنه عاد مع بضعة رجل إلى الكوفة، ثم بدأ الأمر يجتمعون عنده لعمل الدروس وما الدروس وما شابه ذلك. لكن المغيرة بن شعبة جاءه رجل فقال له يا أيها الأمير إن قوما يجتمعون عند حيان بن ظبيان وهم قوم يرون رأي الخوارج. فطبعا معاوية المغيرة رضي الله عنه يعني كأنه يقول غض الطرف، يعني كان المغيرة رضي الله عنه يبحث عن السلامة ما استطاع إلى ذلك سبيل، يعني لا يريد إراقة الدماء رضي الله عنه. لكنهم إذا اجتمعوا، هذه طبيعة القوم الذين على فكر واحد ولا يقبلون الرأي الآخر، دائما يتكلمون بنفس المنطق، ولاتنا ظلمة وإننا مقصرون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى انتشر الفساد في الأرض وإننا نخاف أن الله يحاسبنا. وبدأ هكذا الأمر ينتشر بينهم، وكل رجل منهم يدلي بدلوه، إلى أن قال الخوارج ينبغي علينا أن نجعل رأينا إلى رجل هو الذي يصدرنا وهو الذي يريدنا. فكان الخوارج تقريبا اجتمعوا في عهد المغيرة على ثلاثة رجال. رجل الأول يقال له المستورد بن علفة التيمي، والرجل الثاني حيان بن ظبيان السلمي، وإلى معاذ بن جوين الطائي. هؤلاء الثلاثة رأى الخوارج أنهم أفضل من وجد عندهم، إذن هم المرتبة العالية عندهم هؤلاء الثلاثة. لكن اختلفوا أيهم يقدمون، فبدأ يعني بعضهم يقدم أنتما، يعني بدأ معاذ يقول له أنا رضيت بكما. الخوارج كلهم اجتمعوا على الثلاثة، الثلاثة حيان يقول أنا لا أريده، هو المستورد قال أنا لا أريده، فقال معاذ أنتما أكبر مني، فصفت على حيان
والمستورد. فحيان قال له بما أنكم رضيتم بي فأنا أرضى بالمستورد، لكن ما زال الأمر بين تجاذب حتى قبل بها حيان ابن ظبيان. هذا في سنة 42. في سنة 43 يعني أراد الخوارج أن يجتمعوا على رجل يقودهم. حيان لما رأى أن الأمر أنه أصبح تحت الإقامة الجبرية، المغيرة وضع عليه العيون، لأنه قال تعال بلغني أن الخوارج تجتمع عندك، فيعني قال كأنه قال لا أستطيع أن أدخل أو أخرج إلا وعلي العين، فتنازل بهذا الأمر للمستورد ابن علفة. المستورد أراد أن ينطلق بقوة كبيرة جدا، لكن كان كل قبيلة قد قبضت على أفرادها. سبحان الله، كأنه كل يعرف من صاحبه ما عنده، لكن استطاع أن يخرج يعني منهم يعني عدد كبير جدا. ذهبوا إلى ما يعرف بالمدائن، هناك اجتمعوا مرة أخرى لشق طائع عصا الطاعة. ما الذي حدث؟ أن حيان اجتمع عنده نفر، بعث المغيرة إليه تعال، فكان عنده قرابة 14 رجل، فثاروا إلى السيوف، فكانت امرأة حيان قد وضعتها في مكان آخر، فلما وجدوا أن لا سيوف استسلموا وذهب بهم إلى المغيرة. المغيرة قال ما جمعكم في هذا المكان؟ قالوا اجتمعنا نقرأ القرآن لأنه أحفظنا، حيان بن ظبيان كان أحفظهم. فأمر المغيرة فوضعوا في السجن. فهنا المستورد خرج من هذه الدار إلى الحيرة، ومن الحيرة إلى المدائن، وأصبحوا في مكان دائما طريقة الدخول إلى المنزل مريبة كانت، في رجل يقال له حجار بن أبجر، كان هو مجموعة فوق سطح منزل، ففرس يمرهم، الفرس الثاني يمرهم، الفرس الثالث يمرهم، يدخلون ولا يخرجون. يقولون أن أسدا كان ادعى المرض، فكانت الحيوانات تزوره، فكانوا إذا دخلوا يأكلهم، إلى أن وقف ثعلب فقال ما لك لا تدخل؟ قال أرى آثارا تدخل ولا تخرج. حجار بن أبجر رأى أن الناس تدخل، شيء مريب، وخاصة يعني عملية أنك تركب فرس وتدخل أمر غريب، فقام وركب فرسه وانطلق إلى هذه الدار. وجد أن هناك رجل واقف في الدار، فسأل امرأة كانت يعني قريبة فقال ما هؤلاء الخيل؟ أرى أن هذه الخيل ما أرى أنها تدخل ولا تخرج. قالت المرأة والله ما أدري ما هم، إلا أن الرجال يختلفون إلى هذه الدار رجالا يعني على أرجلهم وفرسانا لا ينقطعون، وهم على ذلك منذ أيام. فركب حجار فرسه وانطلق، فوجد غلاما عند الباب، فقال رآه كلما جاء رجل وقفه ثم دخل استأذن ثم عاد فأدخله، إلى أن قال حجار يعني أريد أن أقابل صاحب الدار. قال من أنت؟ قال حجار بن أبجر. فقال حتى أنت مكانك حتى أستأذن لك. فما أمهله، بمجرد أن كان الباب مفتوحا قليلا ولا جدار، فرأى صفة عظيمة من الخيل والسلاح، وكان هناك قوم في ربعة في البيت داخل البيت، فقالوا هذا حجار بن أبجر. يقول حجار بمجرد أن سمعوا اسمي رأيت منهم الفزع والخوف، فيقول اكتفيت بهذه الاسترابة، يعني أنني شكي كان له محلا. ثم لما أراد أن يعود قال إن هذا ضعفا في الرأي، لابد أن أعاين القوم. فعاد مرة أخرى فرأى جماعة كثيرة ورأى سلاحا ظاهرة ودروعا، فقال اللهم اجمعهم على الخير، اللهم اجمعهم على الخير. فقال من أنتم؟ فهناك رجل قال له علي ابن أبي شمر ابن الحصين، كان يعرف هذا الرجل، وهذا الرجل الذي هو علي كان من الثمانية الذين نجوا انهزموا من الخوارج. نحن قلنا 400
أسرهم علي ثم أطلقهم، وثمن هربوا من المعركة. فقال له: يا حجار بن أبجر، إن كنت إنما جاء بك التماس الخبر فقد وجدته. إذا كنت تبحث عن استربت من الدخول والخروج في هذه الدار فقد وجدت الجواب، وإن جاء بك أمر غير ذلك فادخل. الخوارج يستحلون الدماء، فإذا دخل لن يخرج. فقال: لا حاجة لي في الدخول، وانصرف. الآن القوم يعتمدون على السرية وعلى الكتمان، فهذا الرجل إذا خرج احتمال كبير أن يبلغ السلطان. فقال له: أدركوه واحبسوه فإنه مؤذن بكم. فانطلق جماعة على غروب الشمس يريدون أن يدركوه، فقال: إني لم آتي لشيء يروعكم ولا يهلنكم. قالوا: إذن اسمح لنا أن ندنو منك. قال: لا تدنو مني ولا أدنو منكم. ثم قال له علي بن أبي شمر بن الحسين: أفمؤمننا أنت من الإذن بنا هذه الليلة وأنت محسن، فإن لنا قرابة وحقا. قال: نعم، أنتم آمنون من قبل هذه الليلة وليالي الدهر كلها. ثم انطلق، فانتظروا فما وجدوا أن الرجل بلغ عنهم بشيء. فانطلق بعضهم، قال: نذهب إلى الكوفة وندخل إلى دار رجل يقال له سليم ابن محدوج، هذا الرجل لنا قرابة عنده وصهر، فندخل عنده ونمكث. لكن سبحان الله أن بعد مدة بلغ الخبر المغيرة بن شعبة، عنده من يخبره بكل شاردة وواردة، فبلغوه أن الخوارج اتفقوا على أن يخرجوا في أيامك هذه. فالمغيرة ماذا فعل؟ رقى المنبر. اسمع إلى خطبة المغيرة رضي الله عنه، يقول بعد أن حمد الله وأثنى عليه، قال: فقد علمتم أيها الناس أني لم أزل أحب لجماعتكم العافية وأكف عنكم الأذى، وإني والله لقد خشيت أن يكون ذلك أدب سوء. فأما الحلماء الأتقياء فلا، أدب سوء للسفهاء، أما الحلماء فلا. وأيم الله لقد خشيت ألا أجد بد من أن يعصب الحليم التقي بذنب السفيه الجاهل. فكفوا أيها الناس سفهاءكم قبل أن يشمل البلاء عوامكم. وقد ذكر لي أن رجالا منكم يريدون أن يظهروا في مصر بالشقاق والخلاف، وأيم الله لا يخرجون في حي من أحياء العرب في هذا المصر إلا أبدتهم وجعلتهم نكالا لمن بعدهم. فنظر قوم لأنفسهم قبل الندم، فقد قمت هذا المقام إرادة الحجة والإعذار. إذن المغيرة يقول: الحي الذي يخرج منه أبيده. فقام رجل قال له معقل ابن قيس الرياحي، قال: أيها الأمير، هل سمي لك أحد؟ فاعلمنا، فإنك إذا سميتك كفيناك هؤلاء القوم. فقال: ما سمي لي وإنهم من هذا المصر. فماذا فعل معقل؟ انظروا إلى ذكاء، قال: فإني أسير في قومي وأكفيكم ما هم فيه، فليكفك كل امرئ من الرؤساء قومه. في السابق كانت الكوفة عدة قبائل، كل قبيلة لها رأس، هذا الرأس الدولة تأخذ بك، أي خطأ يقع من قبيلتك يعصب برأسك، لأن ليس هناك ديوان ولا هناك تنظيم مثل الدولة الحديثة المدنية. في السابق الرئيس يعرف كل من في قبيلته، يعرف مدخله ومخرجه وسنه وابن من وكيف، ويعرف أفكاره، لأن كانت طبيعة الدولة هكذا. فقام المغيرة فقال أي يعني بعث إلى الرؤساء، قال: تعالوا، فليكفني كل امرئ من الرؤساء قومه، وإلا فوالذي لا إله غيره لأتحولن عما كنتم تعرفون إلى ما تنكرون، وعما تحبون إلى ما تكرهون، فلا يلومن لائم إلا نفسه، وقد أعذر من أنذر. فقام صعصع ابن صحوان صوحان صعصع ابن صوحان، فكان من بني عبد قيس، هذه القبيلة كانت خالصة لعلي رضي الله عنه. فذكرهم موقفه، ذكرهم أمر الله سبحانه وتعالى، وأنهم كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني آخر من أسلم، وأنهم لم يرتدوا، لأن جواثة التي في البحرين كانت موطنهم.
فذكرهم أنكم من ساعد في قتال المرتدين، ثم لما كانت الفتن كنتم مع علي رضي الله عنه، ولم يذكر أهل الشام بشيء لأنهم الدولة لهم، لكنه عرض بالخوارج. وكان من القوم الجالسين سليم بن محدوج الذي عنده الخوارج، فلم يتكلم، ثم دخل يعني كان كئيبا حزينا لأنه انحرج. سوف ماذا سوف يفعل؟ هل يقول لضيوفه اخرجوا؟ هذه كأنها سبة. وفي نفس الوقت ربما علم الناس أنهم في بيته فيؤخذون، فيضطر إلى أن يقاتل حتى لا يسب أنه أسلم من لجأ إليه. فبعد مدة الخوارج حضروا إلى بيت هذا سليم، فجعلوا يتحدثون مع المستورد بن علفة. قال: ما بلغك شيء؟ قال: ماذا؟ قال: قام المغيرة وفعل كذا، وقام الرؤساء وفعلوا كذا، وقام اسمه بن صوحان وأنذر في عبد قيس. قال: والله إن صاحب البيت ما أخبرني. قال: إنه كره أن تؤخذ من داره. فقال: فإنه يعني هذا الرجل مستورد أراد أن لا يحرجه أكثر من ذلك، فاستأذن أن يخرج منه. قال له: والله لئن كنت في بيتي والله لا يصل إليك حتى تفنى ذريتي. قال: إننا يعني إلى سلامتك أحوج منك، وقد أكرمت مثوانا وأحسنت الفعل، وإنا إن شاء الله مرتحلون. فبدأت الخوارج الآن يستعدون للعملية الأخرى، وهي القتال من أجل عقيدتهم، واتعدوا في مكان ووقت وزمان. هذا الوقت كان يعني قد تجاوزوا عددهم، قد تجاوز 300 رجل، وأصبحوا يعني يجتمعون على الخروج في وقت قد أعدوه. كيف سيجتمعون؟ من سيبدأون فيه؟ وكيف سيقاتلهم المغيرة بن شعبة؟ هذا ما سيكون درس القادم إن شاء الله، وصلى الله على محمد.